فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الله جل وعلا يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة الإسلامية واحدة، ولا تكون أمة ولا تجتمع إلا تحت قيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. فالذي لا يسمع ولا يطيع لولي الأمر هذا شق عصا الطاعة وفارق الجماعة وخرج إلى أهل الجاهلية، فإذا مات فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة. ذلك لأنه ليس النظر إلى شخصه، وإنما النظر إلى منصبه وما يقوم به. فقضية الأشخاص والشخصيات هذه لا اعتبار لها، إنما العبرة بالمنصب، وإنما العبرة بالعمل دون نظر إلى الشخص. وإنما هذا كان من أمور الجاهلية، الذين يعظمون الأشخاص هؤلاء هم أهل الجاهلية. أما الإسلام فإنه لا ينظر للشخصيات، وإنما ينظر إلى المناصب وينظر إلى الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذه مسألة عظيمة.